بمشاركة وزراء أعلام المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية الصين الشعبية، شارك سعادة السيد علي بن محمد الرماحي وزير الإعلام في ندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام التي نظمتها جامعة الدول العربية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد. وأكد سعادة الوزير في كلمته الافتتاحية حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على تعميق الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية الصين استنادا إلى تاريخ عريق من علاقات التعاون والصداقة والاحترام المتبادل، منوها إلى استضافة المنامة لفعاليات الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في مايو 2008 والندوة الثانية للتعاون الإعلامي في مايو 2010، وحول موضوع مسؤولية الإعلام في تعزيز التنمية العربية الصينية المشتركة في ظل جائحة كورونا. أكد سعادة الوزير أهمية الارتقاء بالدور الحيوي لوسائل الإعلام والاتصال لتعميق الحوار الحضاري وشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات والإمكانيات المادية والبشرية ورفع الوعي المجتمعي في مواجهة هذه الجائحة عبر نشر الحقائق وتبادل المعلومات الصحيحة، بما يدعم المصالح المشتركة والتنمية المستدامة كنهج راسخ في الدبلوماسية العربية والصينية. واستعرض سعادة وزير الإعلام جانبا من التجربة البحرينية الرائدة في مواجهة الجائحة وما اتخذته من إجراءات احترازية وتدابير وقائية فعالة بفضل التوجيهات الملكية السامية وجهود فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر، مثمنا تميز المملكة بمنظومة صحية متكاملة واستدامة خدماتها الصحية والتعليمية للجميع والعمل عن بعد وتقديمها حزما مالية واقتصادية لدعم متضرري كورونا وغيرها من الإجراءات بما يتوافق مع مكانتها الدولية المرموقة. وأشار إلى دعم مملكة البحرين للمبادرات التنموية والصحية الدولية، لافتا إلى تضامنها مع الصين كأول بلد تضرر من الجائحة وحرصها على الاستفادة من خبراتها في التصدي لهذا الوباء. وفي ختام كلمته دعا سعادة وزير الإعلام إلى توثيق الشراكة التنموية والإعلامية العربية الصينية والتوافق على خطة إعلامية لدعم أهداف مبادرة الحزام والطريق من خلال تفعيل مشروعات وبرامج التعاون في مجالات الإذاعة والتلفزيون والإنتاج البرامجي المشترك وتبادل الأخبار وتعزيز الحضور في الفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي وتوطيد أواصر التعاون والشراكة في نشر ثقافة التسامح وإرساء قيم المحبة والسلام والتعايش الإنساني والحوار والتفاهم بين الحضارتين العربية والصينية.